مراحل السلام عليكم الرئيس ديالنا يوما عندنا واحد القصبه ديال هادي كنبيع انيغماها مرض درسل شي حاجه و ايوا خاي يوسف سيرخ كما كتشوفوا الاخوان الرئيس يوسف اعرض لنا اليوم ان شاء الله قصيبه ديالو غادي يبيعها كما كتشوفوا معنا فيرسيل لي انيغما هامر. انا ما عندي شي فيديو عليها في اليوتيوب حاجه باقا مستعمله باقا في حاله جيده الكاستين ديال هذا شوف كاستينغ انيغما هذا الفوجي بورت موليني عندها فوجي هي فيرسيل لي هامر انيغما فوجي طبعا شوف النص الثاني كتجي عندها هاد الشرطة باش تفهم منين دخلت راسية هما جوج كبارين هانتوما ديالها هيدا هاهي هاد النقطة نيشان هاديك العلامة ديالها باش كيدخلو في بعضيتهم هاهي الطرف الراس ديالها اها باور دوبولار ولا هيبريد اخا يوسف دوبولار خمسة الخراصي وجوج في الوسط خمسة الخراصي وجوج في الوسط هي سبعة الخراصي كما كتشوفوا الصح والعمل الرايوس يوسف بغى يبدل شي حاجه عاود دبر واحد الجويجات عاود بغى يبدلهم باش عاد بدل اخا يوسف ورينا كيتسمى الجديد ديالك اخاي باش الكيلر واللي بغاهم حتى هما كيتباعوا حتى هو كيبيع كل شيء زيد اخاي يوسف شني غيكون فيها الثمن مزيان الثمن ديال 1000 درهم تحياتي دخلوا عندي النمره ديالي ها هي دخلوا شي عند لا خوتي هاد النمره هادي ضربوا عليها اللي بغى شي حاجه ها هو يوسف الرقم ديالو فيه التليفون وفيه الواتساب اللي بغى هاد القصيبه ديالو كيبيعها باقا جديده ما خدمش يبيعها بزاف كيبيعها ب 1000 درهم فوجي المسائل كامله مضبوطه واللي بغات هاد اللوركيلر المهم حنا ما كنخليو شي حاجه كيتسمى كنبيعو كلشي كنجربو هادي وهادي وهادي وهادشي اللي كاين تحياتي خي يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.